صباح الورد، صباح الورد والفل والعنبر. صباح الخير ألكساندرا، صباح الخير شهد، صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين شاشة التلفزيون الأردني. اليوم حبينا نحط الرحال في محافظة جرش ضمن مشوارنا الصباحي لبرنامج يوم جديد. هذه المدينة الرائعة والمميزة بكل ما فيها، والتي تقع على بعد 45 كيلومتر شمال غرب محافظة العاصمة عمان، وهي من أهم المدن الأثرية في العالم. يبلغ عدد سكانها حوالي 237,000 نسمة. تمتاز بسحر وجمال طبيعتها الخلابة وجبالها وتلالها الخضراء الممتدة، وأيضا تمتاز بأرض زراعية خصبة وتربة حمراء ومناخ فريد وتنوع في التضاريس، وأيضا تشتهر بزراعة التين والزيتون والرمان وغاباتها الحرجية وأشجارها المعمرة. وأيضا مثل ما ذكرت ألكساندرا وشاهد، تمتاز هذه المدينة بمهرجانها، مهرجان جرش الفني، هذا المهرجان السنوي الرائع والمميز والذي يضم العديد من الفنانين والفقرات والفعاليات الفنية المميزة. وأيضا يوجد فيها العديد من المهرجانات الزراعية والصناعية والحرفية، وتمتاز بكل ما فيها، تمتاز بأهليها الكرام والأصيلين. طبعا مشاهدين، اليوم راح يكون لنا عدة اطلالات من هذه المنطقة الرائعة والمميزة. راح نطل عليكم في بداية لقائنا من منطقة نحلة، راح نكون في جمعية شابات المستقبل، راح تعرف أكثر على هذه الجمعية الرائعة والرائدة. وأيضا راح نكون معكم مع موهبة أردنية خالصة لفنان أبدع بموهبته الفنية الخالصة التي تعتمد على إعادة تدوير المواد الخام من الطبيعة. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد من هالإطلالة الرائعة من هذا المكان الجميل برفقة مخرجنا معاذ الجحاوشة والفريق الجميل من مدينة جرش. بنقول لكم صباحكم سعيد ويعطيكم العافية.